السلام عليكم الحاجات، نتمنىكم تكونوا بخير وفي اطيب الاحوال، ونتمنى كذلك تكونوا كتجربوا الوصفات ديالي. شكرا لكم على التفاعل ديالكم مع وصفات الدجاج كنتاكي اللي اخذتكم عليا. شكرا على البارتاج وعلى لي جيم وعلى لي كومونتير، شكرا لكم بواحد 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 بواحد. المهم بديت كندير لكم وصفات اللي هي يوميه. المهم داكشي اللي كندير انا لوليداتي كنبارطاجيه معكم. اليوم غادي نبارطاجي معكم غراتان ديال لا بوري ديال بوم دو تيغ و بالكفته والشامبينيون بالسلاطي، شي واحد الكراتان خطير بزاف بزاف. ونبداو من الاول، من لاستوس الاولانيه باش كنبدا هي البطاطا. البطاطا كان ضروري تبقى بالقشره ديالها. كيف كنقول لكم ديما، راه الا سلقتوها بلا قشره راه ما كتبقى فيها حتى بنه. وباش نسلقوا بطاطا بالقشره ديالها خصنا ضروري نضفو القشره ديالها. المهم انا كنستعمل هذيك البونجا اللي كتكون فيها بحال الجيكس من التحتي، ولا تقدروا تستعملوا اي حاجه، تقدروا تستعملوا شبكه ولا حلفه، المهم كل واحد شنو كيسميها في بلادو. ولكن زعما اللي بغيت نقول لكم هو هاد خصها تغسل بهذه الطريقه، هادي ضروري ضروري. بالنسبه للاخوات اللي يقولوا لي لا كتغسلي بها الماعن وتغسلي بها البطاطا، لا هاديك دايرها للطياب ديال الباربا ديال الخيزو ديال اللفت ديال الكورجيت، واكيد كدوز واحد اون سيمين بحال هكا وتنحيدها وتندير وحده اخرى، ما اختلفناش. المهم الطريقه الصحيحه فاش كنبغوا نديروا شي حاجه بالقشره ديالها، راه ضروري خصنا نغسلوها قبل لا نسلقوها. المهم هاد الكراتان هذا غادي نحتاج فيه، شتو كي كانتين انا بحال كندير لها الصونه. المهم غادي نبقى بهاد الطريقه هادي حتى غادي نسالي البطاطا كولا اللي كاينه عندي، وغادي ندوزو للطريقه ديال هاد الكراتان هذا. شوف كي كتولي، يا سلام. راه المهم ملي كديري شي حاجه بحب والله العظيم الا كتصدق زوينه وكيعجبك الحال كتكونسونطراي وكيعجبك الحال تنقي بلاصتك فين خدمتي، تيعجبك الحال تفيني شغلك، تيعجبك الحال ياكلوا الناس شي حاجه من يديك وانتي متاكده بانها فريمون كانت في 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 زعما دازت في لينورم ديالها اللي خصها تدوز فيهم باش طيب. ايوا المهم يا اختي انا شاركت معاكي الطريقه ديالي. صافي سالينا دابا غسيل ديال البطاطا، غادي ندوزو نسلقوها فوق النار. غادي ندير الكميلة ديالي وغادي ندير البطاطا مع ما نقي اكيد، وغادي ندير الملحة، غادي نخليها تطيب. هاد الكميلة راه خديتها في الجوطية. المهم انا عندي الزر في هاد الكوامل هادو وصدقات واعرة بزاف بزاف والله الا صدقات، مخيرة بالغطايه ديالها، الغطايه ما كتخرجش داير بحال الكوكوت، صدقات رائعه. صافي غادي نخليها تسلق، وغادي ندوز دابا باش نقاد باش غادي نرافق هذا الكراتان. غادي نشد واحد جوج بصلات. هاد الطريقه هادي تقدروا ديروها ماشي ضروري الكفته، تقدروا ديروها حوت، تقدروا ديروها دجاج، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوا، ماشي ضروري تكون كفته. وانا راه غادي نشارك معكم بفخوي دماغ، غادي نشارك معكم بالدجاج، غنشارك معكم زعما بزاف ديال النكهات ديال البنات. غادي نقطع البصله بحال هكا، يستحسن تخلوها هكا بحال هكا طويله كتجي زوينه. مقله فوق النار اكيد، غادي نديرو شويه ديال الزيت،
غادي نديرو ورقة سيدنا موسى. ورقة سيدنا موسى كتماشى مع الدجاج مع الحوت مع الكفتة، ما مش درتيها كتماشى. وغادي ندير ثومة. المهم البصلة غادي نخليها تقلى مزيان 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 مزيان. ديما تنقول لكم ما تعكزوش ما تعكزوش على الطريقه. كاين بعض المرات كتكون زربان ولا داو كتخلي البصله بحال هكا كامل تقلات مزيان، ولكن راجك هي الفرق في 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 الطريقه، وكتعطي فرق في البنه. راه كاين فرق كبير ما بين البصله خضراء والبصله مقليه مزيان. غادي ندير الثومه، الثومه على حسب الذوق. بغيتو كانت هزه عليكم الثومه كتروها، ما كانش هزه عليكم ديرو غير النسمه. وغادي نخليها هانتوما كي كتشوفوا ما كانت ديال لايقه ما لا والو، كيف ديما غادي نخليها تقلى مزيان 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 حتى تولي اللون يولي ديبي. عرفتي داك الديبي اللي كيعطيك الشهيه باش تاكلي ديك البصله. المهم غادي نبقى بهاد الطريقه هادي. من بعد ما تقلات البصله ونزلات، هو اللي بغيت نقول لكم يستحسن تخدموا بالشامبينيون طري. كيف كنقول لكم ديما، راه الشامبينيون طري بنين بزاف بزاف على المعلب. اللي ما عندوش بحال هكا ولا اللي ما تلقاتوش الوقت يمشي للسوبر مارشي باش يتقداه يخدم بالموجود، ولكن فرق في الماكله فرق في المذاق. صافي انا ضفت الشامبينيون، الا كان الشامبينيون طري حتى هو ما تضيفوه حتى تقلى البصله مزيان مزيان. غادي ندير البصل، وغادي ندير شويه ديال الملحه. ما تكثروش الملحه حيت الفرماج غادي يكون مالح، ولا بيوري غادي نديرو فيها الملحه. شويه ديال سكينجبير، شويه زعما ديك معلقه صغيره النص ديالها، وهنا شويه ديال التحمير. راه درت انا ما كاينش حتى نص معلقه صغيره غير باش نبدلو اللون شويه والسلام، حيت غادي نديرو صوص صوجا. صافي غادي نخلط مزيان باش ينسجموا ليا العناصر اللي ضفت. ودايما فوق نار تكون ما تكونش مهيله بزاف، ما تكونش نار متوسطه. هنا غادي نزيد دابا كيف قلت لكم قبيله، باي مذاق درتوها ما تزيدوا الكفته ولا الدجاج ولا هذا حتى لهاد المرحله. هنا غادي نزيد صوص صوجا. صوص صوجا سواء كانت خفيفه سواء كانت ثقيله ما كاين حتى مشكل. وهنا غادي ندير الكفته اللي هو استعملت في المول الكبير، استعملت تقريبا 25 درهم ديال الكفته. صافي غادي نخلط مزيان مزيان مزيان، وغادي نزيد شويه ديال المعدنوس. بالنسبه الى وصلتوا لهاد المرحله ودرتوا الكفته، يستحسن تضيفوا عليها واحد مقيطه ديال الماء باش كتعزل لكم الكفته حتى دغيا كتعزل. انا رابطه طبق كطيب. هنا ضفت لا كريم، غادي نديرو لا كريم ديال الطياب، اي ماركه كتستعملوا نتوما.
بالنسبه لي غادي يقول لي اللي ما عندوش لا كريم ماشي يدير، اللي ما عندوش لا كريم غادي يشد واحد جوج كيسان ديال الحليب تقريبا، ويدير معاه واحد جوج معالق ديال المايزينا، يدير معاهم جوج معالق ديال المايزينا ويخلطهم مزيان مزيان، عاد يضيفهم على هاد المكونات. صافي انا درت قزبر ومعدنوس وغادي نخليها شويه فوق النار، ما غاديش نعطلها بزاف. صافي وغادي نطفيها وغادي نخليها جانبا. هادي راه تقدروا تخلوها بحال هكا وتسلقوا شويه ديال الرز وترافقوها مع الرز ولا مع لا بورينيت في الجنب، ماشي ضروري تديروها غراتان، وكتجي واحد البنه رائعه بزاف بزاف. هنا من بعد ما تسلقات بطاطا وباقا سخونه، ضروري تكون باقا سخونه، هنا صافي تنجيب هادي باش كان نمعكو بطاطا وكنضيف الزبده. الزبده يستحسن تكون الزبده زعما كاليتي تكون زوينه، ما تكونش ديك لا بريري ولا ليليا ولا هذا، لا ما كتجيش في الكراتان، وهذا زويني. صافي هادي نبقى بهاد الطريقه هادي، المهم بحال اللي كنقاد لا بوري تماما. اللي بغى النسمه ديال الكوزه يزيد شويه ديال الكوزه، واللي ما بغاش ما يديرهاش. انا غادي ندير شويه ديال الكوزه ضروري. وبالنسبه للاخوات اللي يعجبكم، الا عجبكم هذا المحتوى ديال وصفات اللي نقدروا نستعملوا يوميا، خلوا لي كومونتير باش حتى انا نتشجع ونزيد في هذه الوصفات، حيت ماشي مطبعين ندير هذه الوصفات. انا كنت ندير الضيافات، كندير المملحات، كندير الشلايد، هادشي اللي بديت تنقاد دابا جديد عليا، وانما انا هادشي كيعجبني تنديرو لوليداتي، زعما كنتفنن ليهم، ولكن ما عرفتش واش هاد المحتوى غادي يعجبكم ولا لا. المهم تدخلوا لي في لي كومونتير. هنا الحليب كنضيفو، الا رديتو البار كنضيف الحليب بشويه بشويه، ماشي كنجي وكنخوي الحليب وكنبقى كنمعس بطاطا، لا. المهم هادي هي الطريقه الصحيحه ديال لابوري، هي هادي كنمعسو وتنضيفو الحليب وشويه الزبده، نمعسو ونضيفو الحليب وشويه ديال الزبده. هنا كندير الكوزه، هاد الليمونان كيتعذبو ولكن كيعطيو نتيجة زوينة، ما كضيعش الكوزة، مش بحال لا حكيتو في الحكاكة كيبقى ليكم داك الطريف تتلوحي، لا هذا كيبقى مع الكوزة حتى كتسالي. وهنا كندير شوية ديال البزار وما تدوش على صوتي، راه واحد شوية ضربني البرد، ولكن خصنا نحط زعما خصنا نحط فيديوهات داكشي علاش. انا درت شويه ديال الملحه، الملحه ديرو بحساب الحشوه الاخرى راه فيها الملحه، وانا كيف قلت لكم كنعاود نضيف الحليب ونعاود نضيف عاوتاني الزبده. المهم هذه هي الطريقه الصحيحه ديال لابوري. والحاجه واحده اللي بغيت نقول لكم، ايوا هذا الكراتان واخا يطيب وتهزوا منه مثلا شويه تاكلوه وتديروه في الثلاجه وتعاودوا تسخنوه في الميكروويند، بحال يلا قديتو، نفس التعليكه ديال البطاطا ونفس التعليكه ديال الحشوه، ماشي كتجي بطاطا قاصحه ولا ماشي ما بقاتش بوري كي كانت في الاول، لا ما كيتغير فيه والو. صافي لما بغيتوش تعذبو ديرو في شي باسينا ولا شي حاجه اخرى تخلطوها مزيان مزيان، ولا تقدروا تدوزوها في الحكاكه في لا ماشي الحكاكه، ديك فاش كنطحنوا مطيشه والحوت حتى هي كتجي بها لا بيوري زوينه، تقدروا عاوتاني دوزوها في ان دو تروا حتى هي كتجي بها زوينه. واللي ما بغاش داكشي كله راه يدير بحال الطريقه اللي درت انايا، انا درتها ديريكت في المول ديالها باش هادي تدخل للفران.
سفينة ساليت دقت كانت رائعة بزاف بزاف. سفينة غادي نبدا نسرحها مزيان باش نحط على الحشوة. هاد الوصفة ترى زوينين، تنفعو بزاف بزاف، وفي شهر رمضان كذلك كينفعو هاد الوصفات، كيكونوا خفاف، تيكونوا زوينين بالنسبة للناس اللي خدامين، يقدروا يديروهم يخلوهم في الثلاجة في الصباح، يدو معاهم واحد البورسيون يتغداو بيه. المهم كينفعو بحال هادشي. صافي، من بعد ما سرحتها دابا غادي ندوز ندير شويه ديال الفرماج. هادي اللي بغى يديرها يديرها، اللي بغى يخلي الفرماج ده الفوق يخلي الفرماج ده الفوق. انا كيعجبني تكون فيها الفرماج باين، انا الفرماج باش خدمت شي دار. صافي، بغيتي نشد الحشوة ديالي شو كيما عندك داكشي. يا سلام، صافي هاتي نفرقها في المول. والله ما كتاخد وقت، عرفتي راه زعما خفن زربن، ما كتاخدش الوقت نهائيا. وغادي نخوي فوق منها الفرماج. اكيد الفران قبل لن نوصل لهاد المرحله كنكون شعلت الفران درجه الحراره 200 الفوق والتحت، وغادي ما غادي نخبيها ما والو، غادي ندير عليها الفرماج وندخلها للفرماج الفران غير الكراتينه وصافي. وغادي نخرجها وغادي نقدمها لوليداتي بصحتهم وراحتهم. ونتمنى منكم تخلوا ليا لي كومونتير، واش نعاود نقول لكم واش هذا المحتوى زعما عاجبكم او لا. وتقدروا تخلوا ليا حتى الوصفات اللي بغيتو، النوع ديال الوصفات اللي بغيتو. واكيد اكيد بارطاجي وجيم و كومونتير ولا لا خطاكم عليا، كنقرا لي كومونتير ديالكم بواحد بواحد بواحد، ما ماشي غير كندوز وكندير جيم، لا كنقرا لي كومونتير ديالكم. وواحد الحاجه الاخت اللي قالت لي ما تخدميش بالجورنان في المطبخ، بغيت نقول لك اختي لا، داك راه ماشي جورنان، هذاك راه ورق الطبخ مرسوم فيها هكاك، زعما بدلوه زادو طوروا ورق المطبخ وداروه، مره كتلاقي بحال الجورنان مره كتلاقي مرسومه فيه شي حاجه. اما هذاك اختي راه صحي، ما تخافي منه والو، غير هو مازال ما كيتباعش في المحلات بزاف. صافي هذا ما كان، ايوا من بعد ما طاب الكراتان ديالي هادي هي النتيجه هادي. ضروري مشويه ديال الزواق، كيف كنقول لكم ديما العين كتاكل هي الاولى، نزوقو باش يعطينا الشهية باش ناكلو. وكان هذا هو البلا ديال اليوم. خليت لكم الراحة والسلامة، وخلو لي كومنتر قولوا لي واش كتجربوا الوصفات ديالي. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو الماجي اللي من مورا هذا، غادي يكون مازال ما عرفتش بالضبط شنو غادي نقاد، ولكن ان شاء الله تكون شي حاجه زوينه. كنحماق عليكم، تلاقاو في فيديو الماجي.